الصراعات تتسع في العالم شرقا وغربا، وهو أمر لا يبشر بالخير للاستقرار العالمي. منذ قليل تصريح لسفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ريجوري ماشكوف قلب السوشيال ميديا. المسؤول الروسي قال بأن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادي ستؤدي حتما إلى سباق تسلح صاروخي، وستضطر روسيا إلى الرد على التهديدات الجديدة للأمن واتخاذ تدابير لضمانه، بما في ذلك إذا لزم الأمر في مجال الردع النووي. روسيا ما اكتفتش بتهديد واشنطن بس، لا دي اتجهت أيضا إلى بريطانيا وهددتها بضرب أهداف عسكرية بريطانية سواء في أوكرانيا أو خارجها، وده طبعا بسبب الدعم البريطاني لأوكرانيا، ويبدو أن الدب الروسي بدأ يفقد أعصابه. زي ما قلنا في البداية، التفاعل سيطر على السوشيال ميديا على الخبر اللي منتشر من لحظات قليلة. مثلا هنلاقي ناصر الحمدي أو ناصر الحمدي الحمدي قال بوتين لن يستخدم الأسلحة الفتاكة إلا بعد سقوط إيران وانضمام الهند للحلف البريطاني ضد باكستان. كمان هنلاقي في الناحية الثانية لاشين عبدي بيرحب بالحرب العالمية الرابعة وبيقول مرحبا هاشتاج الحرب العالمية الرابعة بالفؤوس المصقولة هاشتاج أينشتاين. وأخيرا في تعليق من أحمد كتب، يعني بيقول مفيش غير روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية يأدبوا الغرب لأنه بدأ يزيد كلامهم وتهديدهم.